مرحبا بحضراتكم مشاهدين الكرام، متابعة إخبارية جديدة في النيل مباشر. أهلا وسهلا. اليوم عندنا موضوعين. الموضوع الأول بنتكلم فيه مع حضراتكم حول استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي للسلطان بروناي حسن بلقيه وبحث العلاقات الثنائية بين القاهرة والسلطنة، فضلا عن قضايا المنطقة. ده الموضوع الأول. الموضوع الثاني بنتكلم فيه مع حضراتكم عن توقيع العقد بين وزارة النقل وشركة بومبارديه العالمية للنقل والهيئة القومية للأنفاق وتحالف شركتي أوراسكوم والمقاولون العرب لإنشاء وصيانة مشروع مونريل لربط القاهرة الكبرى بكل من العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة السادس من أكتوبر بإجمالي أطوال يقترب من 96 كيلومتر. بعد الفاصل التفاصيل. أهلا بحضراتكم مشاهدين الكرام. إلى التفاصيل، بيبحث الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع سلطان بروناي، بيبحث العلاقات الثنائية بين البلدين وقضايا المنطقة. والحقيقة كمان صرح السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن السلطان بروناي قد وصل أمس إلى القاهرة في زيارة بتستمر زيارة رسمية، حيث استقبله لدى وصوله إلى مطار القاهرة وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا. الحقيقة كمان يعني العلاقات بين مصر والسلطنة علاقات متميزة. السلطنة بتحتل مكانة كبيرة في دول جنوب شرق آسيا، يعني تطورت بشكل كبير في فترة السبعينيات والثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، وبتحتل المركز الثاني تقريبا في مؤشر التنمية البشرية بعد سنغافورة، وكمان بتتميز بشكل أساسي وبيقوم اقتصادها بشكل أساسي على صناعة البترول والغاز اللي أصبحت متقدمة فيه بشكل كبير جدا. والعلاقات بين مصر والسلطنة علاقات متميزة وبتركز بشكل أساسي على المجال الديني والتعليمي. هناك الكثير من المنح الدراسية التي تقدمها مصر للطلاب الدارسين للعلوم الشرعية في الأزهر الشريف. للمزيد من المتابعة بينضم إلينا عبر الهاتف الكاتب الصحفي الأستاذ السيد هاني المتخصص في الشؤون الدولية وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية. أستاذ سيد تحياتي، أهلا وسهلا. أهلا بك أستاذ فوزي، تحياتي لك وللسادة المشاهدين. أشكرك جدا. أولا، أهمية هذه الزيارة كما تراها أنت؟ أهمية هذه الزيارة بتأتي في إطار أهمية مصر في منطقة الشرق الأوسط. سلطنة بروناي هي سلطنة صغيرة أو دولة صغيرة تقع في أقصى شرق آسيا، وهي دولة العلاقات بيننا أساسها هو علاقات ثقافية، لأنه 78% من سكان سلطنة بروناي هم من المسلمين. هناك رابطة لخليجي جامعة الأزهر الشريف. مصر بتمنح كل عام عدد من المنح الدراسية للطلبة من بروناي للمجيء للدراسة في جامعة الأزهر الشريف بمصر، فهي العلاقات الثقافية هي أساس العلاقات. ولكن بما أن بروناي هي من أغنى دول العالم بالنسبة لعدد سكانها اللي هو حوالي 500,000 فقط، وتمتلك اقتصادا قويا كما أشرت حضرتك في التقرير، يقوم بالدرجة الأولى على استخراج البترول والغاز الذي يشكل نصف إجمالي الدخل القومي تقريبا لبروناي، فهناك إمكانية لإقامة مشروعات استثمارية مشتركة لا سيما في مجال السياحة والفنادق، ولا سيما أيضا أن مصر من أهم مناطق الجذب الاستثماري في العالم. مصر بتقدم تسهيلات كبيرة للمستثمرين الأجانب سواء في العاصمة الإدارية الجديدة أو منطقة قناة السويس، ولا شك أن ذلك سيكون ضمن الموضوعات التي يتم بحثها خلال زيارة سلطان بروناي إلى القاهرة. يعني في ضوء المعلومات اللي حضرتك ذكرتها، إلى أي مدى بترى أنه يمكن أن يكون هناك مشروعات استثمارية سواء كانت مشروعات سياحية أو كمان مشروعات فيما يتعلق مصر؟ الحقيقة أصبحت مركز مهم للطاقة في منطقة الشرق الأوسط، يعني إلى أي مدى يمكن أن يكون هناك تعاون بين البلدين سواء في المشروعات السياحية والاستثمارية أو في مجالات الطاقة المتنوعة؟
هي آفاق التعاون مفتوحة أمام البلدين، وتم اليوم توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في المجال الاقتصادي والاستثمارات المشتركة. ولا شك أن الفترة القادمة ستشهد تعزيزا لهذه العلاقات، ولا شك أيضا أن هذه الزيارة سوف تسفر عن مشروعات مشتركة. لعلنا هنا نشير إلى الزيارة التي قام بها شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب رئيس مجلس حكماء المسلمين في مايو 2018 إلى سلطنة بروناي، وألقى في مركز المؤتمرات الدولي هناك محاضرة مهمة جدا تحت عنوان تحديات الأمة الإسلامية في مواجهة الإرهاب. شيخ فضيلة شيخ الأزهر تم استقباله من سلطان بروناي حسن بلقيخ خلال زيارة الدكتور أحمد الطيب لبروناي، أيضا استقبل بحفاوة كبيرة هناك. وهو طبيعة الشعب بروناي ومزاجه العام مرتبط بمصر ومرتبط بالأزهر الشريف، ومجال التعليم هو من أوسع المجالات التعاون بين البلدين. كمان الفترة القادمة أتوقع أن يكون هناك مجالات مختلفة نظرا للعمق المصري والرؤية المصرية في التوسع على ثقافات مختلفة ومجالات مختلفة يمكن أن تكون حاضرة للتعاون بين البلدين. أنا بشكر حضرتك جدا الكاتب الصحفي الأستاذ السيد هاني المتخصص في الشؤون الدولية وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، أنا بشكرك جدا. الحقيقة التعاون بين البلدين هيكون له أبعاد مختلفة في ضوء هذه القمة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وسلطان بروناي، خاصة أن هناك تنسيق بين البلدين في المحافل الدولية باعتبار أن بروناي من الدول الرئيسة في العديد من المنظمات الدولية التجارية بشكل أساسي، ومصر الحقيقة منفتحة على كل دول العالم فيما يتعلق بالمشروعات الاستثمارية بما يتعلم فتح فقلات جديدة. مشاهدينا الكرام بنتواصل مع حضراتكم ولكن بعد هذا الفاصل، ابقوا معنا. كمان مشاهدينا الكرام بينضم إلينا للتعقيب حول زيارة السلطان بروناي أيضا الدكتور يسري الشوقاوي الخبير الاقتصادي الدولي. دكتور تحياتي، أهلا وسهلا. أهلا بك وبكل متابعينك. أشكرك جدا دكتور. يعني سلطنة بروناي من الدول أو الحقيقة تقدمت بشكل كبير جدا من الناحية الاقتصادية وفي مجالات متعددة حتى أصبحت من أغنى الدول على مستوى العالم. يعني كيف يمكن بالنسبة لنا في مصر ونحن في مرحلة الانطلاق في العديد من المشروعات الاستثمارية أن نستفيد من هذه التجربة وأن يكون هناك تعاون اقتصادي مثمر بين الدولتين؟ في البداية خليني أقول أنه بروناي 84 سنة 84 كانت البداية الحقيقية لسلطنة بروناي، وتحديدا بعد الاستقلال من المملكة المتحدة، ثم كانت العلاقة مع مصر مايو 84 ثم زيارة سبتمبر 84 لرئيس بروناي السلطان حسن
واعتقد انهما محطتان 84 و2013. وتنطلب بروناي للساده المشاهدين والمستمعين هي جزيره من احدى جزر جنوب شرق اسيا بيقطنها نصف مليون نسمه. وتصور من وجهه نظري ان هذه البلد او هذه القطعه التي جمعت ما بين العمل الماليزي والاقتصاد الصيني استطاعت ان تقدم نموذجا في الاقتصاد جيد جدا ونموذج يحتذى به. عدد السكان لنصف مليون بيقطنوا على 5700 كيلو متر مربع، واعتقد ان هناك رابط قوي جدا يربطنا بسلطنة بروناي وهو الدين الاسلامي. اعتقد اتصور من وجهه نظري ان هذا الرابط الهام جدا ادى الى وجود تقارب بيننا وبين سلطنة بروناي في تنسيق السياسات الماليه والاقتصاديه والعرقيه والدينيه. واتصور من وجهه نظري ان هناك تجربه هامه جدا تحديدا فيما يتعلق بالغاز والبترول وانتاج الغاز والنفط ادى الى وجود سلطنة بروناي الى سادس اقوى اقتصاد فولاذي في العالم. اتصور ان هناك رقم لابد ان يعلمه المشاهدين والمستمعين، ان عام 2011 شهد زيرو صفر ديون خارجيه وداخليه لسلطنة بروناي. هذا النموذج الصغير لديه من التجارب العديده في الزراعه مثل زراعه الارز، ولديه التجارب العديده في السياحه وفي التعليم الديني وفي المشاريع الساحليه. ونحن الان في مصر لدينا ما يؤدي الى جذب الاستثمار الاجنبي. سلطنة بروناي لديها ايضا محفظه استثمار اجنبيه قويه ربما الان يدور الحديث عنها في اللقاءات الثنائيه ما بين البلدين. اتصور من وجهه نظري ان هناك تطلع الى استثمار في منطقه اقتدار قناه السويس، هناك تطلع الى الاستثمار السياحي في منطقه العالمين. في وجهه نظري ان هناك علاقات تبادل مشترك ما بيننا وما بين سلطنة بروناي، وهي جزء اهم جدا لينا ومحطه ارتكاز اهم جدا لينا في جنوب شرق اسيا. واتصور من وجهه نظري ان هذا اللقاء اهم جدا للطرفين في هذه المرحله الهامه. العالم الان من وجهه نظري ايجابيا بات ينظر الى مصر انها محطه انطلاقه الى الباب الملكي الافريقي، لا سيما نحن نترأس الاتحاد الافريقي هذا العام. ما نجريه على الارض من الصحافه الاقتصاديه ونتائج ايجابيه تؤكد اننا على الطريق السليم، وتؤكد ان هناك العديد من الاصدقاء والحلفاء قديما يريدون العوده بشكل جيد الى العلاقات مع الجانب الصهيوني. دكتور، يعني سيادتك أشرت أن السلطنة بتتميز في العديد من الجوانب سواء كانت الجوانب السياحية أو الزراعية. نحن دولة مقبلة على الكثير من مثل هذه المشروعات، يعني في تقديرك ما هي الآلية أو الطريقة التي يمكن أن نستفيد منها من هذه التجربة سواء في المشروعات الزراعية أو في المشروعات السياحية؟ نعمل إيه؟ أتصور من وجهة نظري أن البعثات المتبادلة، التجارب المتبادلة، الاطلاع على التجارب، هي بلد بتهتم بدراسات الجدوى جدا، بيهتموا جدا بدراسات الجدوى. طبعا رصدوا اموال طائله في بدايه الالفيه وفي اخر التسعينات الى جذب ايضا استثمار اجنبي في مجال الصناعه. هم يعلموا تماما ان الثروه لديهم هي ثروه نفطيه، ثروه غاز وثروه طاقه. صحيح. يريدون ايضا التحول الى القطاعات الانتاجيه والاقتصاديه المتعدده سواء كان في الانتاج الصناعي او في الانتاج الزراعي، ومن ثم هم قطعوا تجربه وقطعوا دراسات في مثل هذه الاشواط. لابد ان يكون هناك تعاون مشترك وتفاهم مشترك ما بين الجانبين. صحيح هم تجربتهم صغيره ضيقه بسيطه نصف مليون على 5000 كيلو متر مربع، لكن لابد ان يكون هناك ايضا تنسيق لانه الاطلاع على تجارب الاخرين سواء في مشروعات الزراعة السمكي او في مشاريع زراعه الارز او في مشاريع السياحه التحليه. سلطنة بروناي اقدمت على هذه الخطوات في بعد 95 حتى 2005 ثم 2015 قطعت شوط جيد في هذا الاتجاه. الحقيقة كمان يمكن في سياق كلام حضرتك انهم نجحوا بشكل كبير في المشروعات السياحية الساحلية. احنا بنعمل مشروعات سياحية كبيرة سواء في العالمين او في غيرها من الاماكن المختلفة، يمكن ان نستفيد من هذه التجربة. كمان يمكن ان يكون هناك زي ما حضرتك قلت لجان او اليات مختلفة. كمان مصر بتسعى ان تكون مركز اقليمي للطاقة في منطقة الشرق الاوسط، وعندنا الحقيقة الكثير من البنية التحتية فيما يتعلق بصناعة الغاز والبترول والبتروكيماويات. يمكن أن يكون هناك نوع من الاستفادة بين الدولتين في هذا الإطار، رأي حضرتك؟ خليني أقول أنه الغاز تحديدا هذا حديث أصبحنا يعني من 3 سنوات أو من 4 سنوات تحولنا إلى من بلد كان لديها شح في الغاز، كان لديها عجز في الغاز وعجز في موارد الطاقة، إلى
سلطنة برناي موجودة من قبل والآن أصبحت حليف جيد جدا في هذا المجال وأصحاب خبرة في هذا المجال. اللي أنا عايز أقوله إن الناتج الإجمالي أو البرناي بيصل إلى 7.5 تريليون دولار تقريبا أكثر من 50% منه من الطاقة والغاز. ده مؤشر على أن هناك خبرة موجودة في هذا المجال تحديدا. نحن الآن في أمس الحاجة إلى التعاون مع الحلفاء ولا سيما وإن كان هذا الحلفاء دول يعني لنا ارتباط بيهم سواء ارتباط ديني أو ارتباط عقائدي ولنا جلوس معهم ولنا ارتباط في منظمة العالم الإسلامي ورابطة العالم الإسلامي معهم. أتصور من وجهة نظري أن هذه الدعوة لهذه الزيارة هي زيارة ناجحة بكل المقاييس. وأنا يمكن يعني يراوزني أن هناك أيضا سيكون زيارة للسيد الرئيس إلى منطقة برناي. إحنا محتاجين نعمل توازنات اقتصادية سياسية تخدم بعضها بعضا. التوجه القديم اللي إحنا اعتدنا عليه أو نشأة سكولتنا عليه كان توجه غربي صافي نقي. الآن التوجه أصبح متزن بين كل دول العالم وكل قوى العالم. مصر تؤكد أنها مفتوحة على التعاون في كل المجالات الاقتصادية مع كل دول العالم. نستطيع الاستفادة من تجربة جنوب شرق آسيا، تجربة الغاز وتجربة التعليم وتجربة التحول من الفائض الغاز إلى استضعاف الإنتاجية. كانت تجربة جيدة جدا لسلطنة برناي وتجربة السياحة والسياحة التحرية أيضا تجربة قوية لسلطنة برناي. إن نستطيع جذب الاستثمار الأجنبي من برناي. برناي كانت تستثمر في كل دول العالم، لها محفظة ولها سجل استثمارية تستثمر في كل دول العالم. الآن جاء الدور إلى أن يأتي هذا الاستثمار إلى جمهورية مصر العربية. هي سنتر للأرض وهي مفتاح القارة الأفريقية بما تحمله من كل آليات إلى الاستثمار المباشر الجيد ذو العوائد الجيدة وذو الحفاظ على أعلى معدلات من العائد وأقل درجة من المخاطرة. أنا أعتقد من وجهة نظري أن هذا التوقيت توقيت هام جدا، زيارة ناجحة جدا. سلطنة برناي تتطلع إلى أن تجري علاقات جيدة وعلاقات قوية مع الجانب المصري. الجانب المصري يتطلع إلى مزيد من العلاقات المتوازنة الاقتصادية والسياسية على مستوى العالم. أنا بشكر حضرتك جدا الدكتور يسري الشرقاوي الخبير الاقتصادي، شكرا جزيلا. بنتقل مع حضراتكم مشاهدين الكرام إلى الملف الثاني في ملفات المتابعة اليوم. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي. هنتابع مع حضراتكم هذه المتابعة ولكن بعد الفاصل. أهلا بحضراتكم. اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ودكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمهندس كامل الوزير وزير النقل ورئيس شركة بومبارديه العالمية للنقل. وقال السفير بسام رادي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع شهد بحث التعاون المشترك مع الشركة في مشروعات قطار المونوريل، حيث تم توقيع عقد بين وزارة النقل وشركة بومبارديه لإنشاء مونوريل لربط العاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة الكبرى ومدينة السادس من أكتوبر بإجمالي أطوال 96 كيلومتر. بيتضمن العقد الممتد لـ30 عام تنفيذ وتشغيل وصيانة خطوط المونوريل بالإضافة إلى الإمداد بقطع الغيار وإجراء العمارات الكبيرة. كما يتضمن العقد توطين صناعة المونوريل في مصر وإقامة شراكة كاملة بين مصر والشركة العالمية لصالح منظومة السكك الحديدية، فضلا عن فتح الباب أمام إمكانية النفاذ إلى الأسواق الإفريقية الواعدة في هذا المجال. التقرير التالي بيرصد المزيد من التفاصيل، ابقوا معنا. يبدو أن الدولة المصرية بدأت تدخل دور التحول الحضاري عبر تكامل كافة وسائل النقل الجماعي فيها، ما يؤثر على المواطنين إيجابا وأيضا على الشكل العمراني. برعاية من الرئيس عبد الفتاح السيسي، شهد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي مراسم توقيع عقد بين وزارة النقل وشركة بومبارديه العالمية للنقل لإنشاء وصيانة مشروع مونوريل لربط القاهرة بكل من العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة السادس من أكتوبر، وذلك بإجمالي طول 96 كيلومتر. مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة السادس من أكتوبر سيمثل نقلة وتحولا كبيرا في وسائل المواصلات في مصر، حيث إن هذه النوعية من المواصلات
تتسم بأنها وسائل نقل سريعة وعصرية وأمنة وصديقة للبيئة لنقل الركاب، وتوفر استهلاك الوقود وتخفض معدلات التلوث البيئي، وتخفف الاختناقات المرورية بالمحاور والشوارع الرئيسية، وتجذب الركاب لاستخدام هذه الوسيلة بدلا من استخدام السيارات الخاصة. ويتضمن العقد الممتد لثلاثين عاما تنفيذ وتشغيل وصيانة خطوط المونوريل، بالإضافة إلى الإمداد بقطع الغيار وإجراء العمارات الجسيمة. كما يتضمن العقد توطين صناعة المونوريل في مصر، وإقامة شراكة كاملة بين مصر والشركة العالمية لصالح منظومة السكك الحديدية، فضلا عن فتح الباب أمام إمكانية النفاذ إلى السوق الإفريقية الواعدة في هذا المجال. مشروع مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة السادس من أكتوبر يأتي في ظل اهتمام الدولة بتعظيم منظومة النقل الجماعي على مستوى الجمهورية بما فيها المدن الجديدة، لسيما وأن المونوريل سيجري إدخاله في مصر لأول مرة، وسيمثل نقلة وتحولا كبيرا في وسائل المواصلات، كما سيسهم بشكل كبير في ربط العاصمة الإدارية الجديدة بسائر مناطق وأحياء القاهرة الكبرى. أهلا بحضراتكم مشاهدين الكرام، للمزيد من المتابعة بينضم إلينا عبر الهاتف من القاهرة الدكتور محمد شحاتة رئيس الجمعية المصرية للنقل. دكتور تحياتي، أهلا وسهلا. تحياتي لحضرتك ولجمهورك الكريم. شكرا جدا دكتور. بكل تأكيد يعني دخول مصر في المونوريل بيمثل نقلة وتحول كبير في وسائل المواصلات. يعني في البداية قبل ما أتكلم عن المشروع، عايز سيادتك تعطي السادة المشاهدين فكرة عن المونوريل. أولا بنهني الشعب المصري على مشروع المونوريل وغيره من مشروعات النقل اللي تمت خلال الفترة الأخيرة. مشروع المونوريل زي ما حضرتك كنت في المقدمة بتتكلموا عنه، وزي ما كتير أو عمين يتكلموا عنه، له مميزات عديدة. ربما التقرير أغفل بعض المميزات اللي ما خدش باله منها، أبرزها إن المشروع الخاص بالمونوريل وغيره من مشروعات النقل زي القطر المكهرب هتساهم لنا في حل مشكلة كبيرة جدا كانت بتعاني منها بعض المناطق الصناعية زي منطقة العاشر ومنطقة 6 أكتوبر ومنطقة بدر. منطقة بدر بالذات كانت عندها مشكلة كبيرة جدا في عمليات تدفق العمالة نتيجة عدم وجود خطوط منتظمة لنقل العمالة لمدينة بدر، فكان بيسبب أزمة للمنطقة الصناعية في بدر. لما يبقى في عندك مشروع زي قطر العاصمة الإدارية وزي المونوريل، أنت بتتكلم إن أنت قضيت تماما على المشكلة الخاصة بعدد كبير جدا من المصانع، ومعناها ان انت هتوفر فرص عماله كتيره جدا في مدينه بدر وفي مدينه 6 اكتوبر وفي مدينه العاشر من رمضان، سواء كان هتفيد بيها او تدعم بيها المصانع اللي هي عندها ازمه في تدفقات العماله، وفي نفس الوقت هتسهل على الشباب ان هي اوجدت فرصه عمل جديده مع وجود وسيله مواصلات ثابت زي المونوريل او قطر العاصمه الاداريه تنقلهم لاماكن المناطق الصناعيه وخاصه مدينه بدر الصناعيه. حضرتك أنا بتكلمني عن اهميته ودوره في ربط العاصمه الاداريه الجديده بالقاهره الكبرى ومدينه السادس من اكتوبر، وكمان بتتكلم عن انه يحل بعض المشاكل القائمه في نقل العماله في المدن الصناعيه المختلفه. انا عايز اتكلم عنه كمان كمشروع كفكره ودخوله مصر. انا مش سامع حضرتك كويس على فكره. طيب انا بسال حضرتك لو سمعني بشكل واضح الان، بكلم حضرتك عن اهميه دخوله مصر. اولا احنا بقالنا فتره طويله جدا بنعاني من ازمه في السكه الحديد اسمها ازمه اليات الجر. يعني ايه اليات الجر؟ ان انا اصبحت عندي سكه حديد مش موجوده تقريبا في معظم دول العالم اللي هي بتشتغل بالديزل. انا ان انا يخش عندي مشروع زي المونوريل او القطر المقارب، ان انا بدات اغير بحاجه اسمها اليات الجر. فده هيساهم لك خلال الفتره اللي جايه وعلى المدى البعيد، سواء كان المشروع ده او المشروع الخاص بقطر السلام العاش لقطر المقارب، ان انا يخش عندي اليه جديده للجر اسمها اليه الجر المقارب.
وده على فكره كمان مش هيكون المشروعين اخر مشروعين في الـ في الـ في الطريقه دي، مش المونوريل وقطر السلام العاشر بس، ده انا كمان قريب قوي هيتم الكشف على مشروع اسمه قطر ابو قير، برضه يبقى قطر مقارب وبنفس النظام. معناه ان انا فعلا دخلت في حاجه اسمها عصر القطارات المقاربه. القطر المقارب ده قطر شبيه بالمترو، يوفر لي الزمن بتاع الراكب وفي نفس الوقت وسيله انتقال امنه واقل تكلفه من وسائل المواصلات العاديه. فانت بتتكلم المشكله الكبيره او اللي كانت بتواجهك اللي هي مشكله تشغيل السكه الحديد ومشكله جر الديزل، بدات تحلها بدخول شركات عالميه عندك، وموجود عندك بالفعل طلبات لانشاء خطوط كثيره جدا من خطوط الجر المقارب، سواء كان بنظام المونوريل او نظام الجر المقارب. ده هيبقى موجود عندك خلال الفتره اللي جايه ان شاء الله، بعد قطر السلام العاشر وبعد المونوريل وبعد قطر ابو قير، وفي عندك قطر العالمين، وفي عندك اكثر من عرض موجود من شركات عالميه لانشاء خطوط بنظام الجر المقارب. صحيح. الحقيقه كمان عايز اتكلم مع حضرتك حوالين ان المونوريل هيحل مشكله فيما يتعلق بالعوائد الاقتصاديه لعمليات الاستثمار والمشروعات الكبيره اللي بيتم تنفيذها، لانه هيحقق ربط بين المدن الصناعيه، بين المدن الجديده كالعاصمه الاداريه الجديده والقاهره الكبرى ومدينه السادس من اكتوبر. يعني حرية التنقل واهتمام الدولة بوسائل النقل الجماعي هتنعكس بشكل أساسي في هذا المشروع. ده حقيقي، ده اللي احنا كنا بنقوله في الأول، ان انت كان في عندك أزمة في عملية تدفقات العمالة للمدن الصناعية دي. المشكلة دي هتتحل تماما بوجود حاجة زي المونوريل أو القطر المقارب في المناطق الصناعية خلال الفترة اللي جاية. كمان انت ما تقدرش تقول لي في تنميه في مكان الا لما بيكون في عندك حاجتين، وسيله نقل وطريق. ما دام في عندي وسيله نقل وطريق اصبح في تنميه، انما لما تيجي تقول لي اخرج روح اشتغل في بديل البدر وانا مش عامل لك وسيله نقل ولا طريق يبقى انا بخدعك. لما تيجي تقول لي روح العالمين وانا مش عامل لك طريق يبقى انا بخدعك. لكن اللي عملته الدوله خلال الفتره الاخيره ان هي اهتمت جدا بالاليه اللي هتخليني اخرج واتحرك، اللي هي الطريق ووسيله النقل، الاثنين اصبحوا موجودين. اصبحت التنميه مساله وقت، يبقى انت كده خلاص بالفعل وضعت اساس حقيقي للتنميه، مش مجرد كلام على تنميه او دعوه للمواطن للخروج من الوادي الضيق من غير ما وجد له لا الطريق ولا وسيله النقل الامنه والسهله والسريعه، سواء هتنقله للمصنع او لمكان السكن او غيره وقت قصير. كمان دكتور يمكن العقد بيتكلم على توطين صناعة المونوريل في مصر والنفاذ إلى الأسواق الإفريقية، يعني الرؤية المصرية في ده كانت واضحة جدا. ده جميل جدا. تعالى بقى قبل ما نتكلم على النفاذ لإفريقيا نشوف مدى الجدوى الاقتصادية على الشركات الموجودة في مصر. أنا بالفعل عندي مجموعة من شركات المقاولات المصرية بدأت تبقى شريك أساسي في عملية صناعة الأنفاق وتدشين مشروعات زي المونوريل، وبالفعل في شركة مصرية كبيرة موجودة مع الشركة العالمية اللي بتنفذ المونوريل. ده معناها أن أنا أصبح عندي قدرة وشركات قادرة اقتصاديا أنها تنفذ المشروعات دي، سواء كان داخل مصر أو في إفريقيا زي ما حضرتك بتقول أو حتى في المنطقة العربية. وده بيأهلك لأن أنت تقدر تحتل سوق كبيرة جدا ومربحة جدا، سواء كان في داخل المصري أو في خارج إفريقيا. حتى داخل مصر أنا في عندي عدد كبير جدا من المشروعات بأرقام فلكية. أكبر مكاسبي خلال الفترة اللي فاتت أن أنا أصبح عندي شركات مصرية مؤهلة أنها تنفذ لي المشروعات دي، وعندي أيدي عاملة مصرية مؤهلة أنها تنفذ لي المشروعات دي. ده أنا مكسبي كبير قوي قبل النفاذ حتى لإفريقيا، أن أنا أصبح عندي شركات مصرية قادرة على تنفيذ مشروعات كبيرة زي المونوريل وزي القطر المقارب وزي الأنفاق، منها الشركات اللي كانت بتشتغل بشكل رئيسي في أنفاق الإسماعيلية. أنا بشكر حضرتك جدا الدكتور محمد شحاتة رئيس الجمعية المصرية للنقل، شكرا جزيلا. كمان للتعقيب حول نفس الموضوع المونوريل بينضم إلينا عبر الهاتف من القاهرة الدكتور مجدي صلاح أستاذ هندسة الطرق والمرور بكلية الهندسة بجامعة القاهرة. دكتور تحياتي، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا دكتور مجدي، يعني كيف ترى هذا المشروع المونوريل، مونوريل ربط العاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة الكبرى ومدينة السادس من أكتوبر، الأهمية الاقتصادية وأهميته من ناحية النقل؟ معلش السؤال تاني بس عشان بتكلم حضرتك حول أهمية هذا المشروع الجديد مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة من الناحية الاقتصادية. والله هذا المشروع احنا فترة كبيرة نعم تم إنشاؤه، مدن جديدة رفعها في المدينة الأم حتى تستقر أمورها
بالنسبه لحركه التعامل. انا من اشد المعين في مثل هذا المشروع اللي بيهدف الى تنميه النقل الاجتماعي لاكثر كفاءه في اقال الناس والى جديده خاصه العاصمه الاداريه، بما هو ان شاء الله معقود بالامال على الوطني السريع نظرا لاهميه هذا المشروع في تخفيف الزحام والكثافات المروريه المرتفعه عن مدينه القاهره. الحقيقة كمان عايز أكلم مع حضرتك، يعني في تقديرك أنت إلى أي مدى هذا المشروع سوف يساهم في ربط شرايين الدولة المصرية، القلاع الصناعية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وكمان تخفيف العبء عن كاهل العاصمة القديمة وأيضا عن وسائل المواصلات التقليدية؟ شوف حضرتك، هو هذا المشروع بيهدف إلى تتم ربط الوضع في العاصمة الإدارية بالأنشطة اللي هتتاح فيها هي المزيد الأم. طبعا نتيجة المجموعات القومية في شبكة الطرق تؤدي إلى زيادة أطوال الشبكة، لكن ما زالت المشروعات التنموية الأساسية الجديدة حاجة شديدة إلى وسائل نقل جماعي، انتقال الناس وتخفيف الزحام عنهم في شبكة الطرق الحالية. ما هو ده واحد من المشروعات اللي بتسهم، لأن الحقيقة استراتيجية الدولة قايمة على في المدن الجديدة تحديدا على الاهتمام بوسائل النقل الجماعي، سواء كانت المونوريل أو القطار المكهرب أو غيرها من المشروعات الكبيرة اللي بالتأكيد هتضيف نقلة نوعية لهذه المشروعات الجديدة. طبعا أي وسيلة نقل جماعي تؤدي إلى خدمة لأعداد كبيرة من كل المدن اللي شبهتنا في معدلات النمو العالية، شيء أساسي جدا في نمو المدينة بسلوك سليم. صحيح. طيب أنا عايز أتكلم كمان مع حضرتك حول دخول مصر إلى هذه الصناعة، لأن دايما كانوا بيتكلموا عن كل الدول المتقدمة اللي قطعت شوط كبير في مجال الصناعة، أن النقل أصبح على مستوى العالم ليس مجرد خدمة ولكنه أصبح لصناعة، والصناعة لابد أن يكون لها مدخلات حقيقية، أساليب علمية حديثة. دخول مصر في هذا الإطار إضافة لعمليات التطويل اللي بتتم سواء في طرق حديثة أو إصلاح الطرق والكباري القديمة أو إصلاح السكك الحديدية أو تطوير مرفق النقل العام، يعني كل هذه الأمور مجتمعة، حضرتك بتشوف آليات التطوير اللي بتتم في وسائل النقل الجماعي واهتمام الدولة بهذه المنظومة مجتمعة. معلش الصوت مش واضح شويه، فبلاش سامع. طيب انا بكلم حضرتك حوالين اصرار الدوله المصريه على الاهتمام بوسائل النقل الجماعي، سواء كان المونوريل او عمليات التطوير اللي بيتم في وسائل النقل مختلفه، سواء كانت السكك الحديديه او اقامه طرق ومحاور جديده او اقامه كباري جديده او اصلاح الطرق القديمه، يعني كل هذه الامور بتصب في فكره صناعه النقل، وان النقل اصبح صناعه وليس مجرد خدمه بتقدم. والله شوف، كل هذه المشروعات بتهدف الى سياده الرئيس اتكلم عليه كثيرا، اللي هي التنميه العمرانيه وزيادتها بمعدلات مرتفعه عما كان متاح في الزمن الماضي. طبعا النقل الجماعي او وسائل النقل الجماعي بجميع الانواع مستحب جدا ان احنا نلجأ اليها مشاكل الازدحام الحاليه في شبكه، يعني زي ما احنا عارفين وسائل النقل الجماعي اعداد كبيره من الناس في زمن قصير، والكفاءه بتاعتها عن وسائل النقل الخاصه اللي هي تتمثل في السيارات الخاصه والتكسيات والميكروباصات، لان زي ما نقارن سياره معدل شغلها للطريق قد ايه وبتنقل كم بالوسائل الموبايل او المترو الانفاق وعدد ما تنقله من ركاب في الشارع. الاستثمار في صناعة النقل على مستوى العالم كان له عوائد كبيرة جدا، سواء من الناحية الاقتصادية أو من الناحية الاستثمارية، يعني فكرة إقامة هذه المشروعات الاستثمارية الضخمة في صناعة النقل، حضرتك بتشوف عوائدها من الناحية الاقتصادية وجذب الاستثمارات الجديدة لهذه الأماكن؟ معلش برضه انا مش سامع الحقيقه. طيب الحقيقه انا بشكر حضرتك جدا.
بشكرك الدكتور مجدي صلاح أستاذ هندسة الطرق والمرور بكلية الهندسة بجامعة القاهرة. الحقيقة مشاهدينا الكرام ده واحد من المشروعات الكبيرة، احنا أمام واحد من المشروعات الضخمة اللي كنا بنتكلم فيه مع حضراتكم في المتابعة الإخبارية الثانية، مونتريال العاصمة الإدارية الجديدة، ده واحد من المشروعات الكبيرة. والحقيقة من يدقق في هذا المشروع بيرى وعي الدولة المصرية في الاهتمام بوسائل النقل الجماعي، وكمان بيرى وعي الدولة المصرية في كيفية إبرام العقد. التفاصيل بتقول أن العقد بيمتد لـ30 عام، بيتضمن التنفيذ والتشغيل والصيانة وتوطين صناعة المونوريل في مصر. مصر مش بس بتعمل مشروعات كبيرة بياخد المستثمر فلوس من الدولة المصرية، ولكن الدولة المصرية الحقيقة حريصة على نقل هذه التجربة، نقل هذه الصناعة، توطين هذه الصناعة مش بس في مصر، وكمان أن يكون عندنا شركات كبيرة، شركات مصرية تكون شريك مع هذه الشركة الضخمة في إقامة مثل هذه المشروعات. أنت هنا بتنقل تكنولوجيا كبيرة، بتنقل صناعة جديدة، بتطور شركاتك، وكمان عندنا بعد استراتيجي كبير لدى الدولة المصرية في النفاذ إلى الأسواق الإفريقية من خلال إقامة هذه التجربة اللي يكون لها عوائد كبيرة جدا، بتساهم في ربط العاصمة الإدارية الجديدة بإقليم القاهرة الكبرى ومدينة السادس من أكتوبر. حقيقة مشروع ناجح، مشروع مهم جدا. بكده مشاهدينا الكرام وصلنا مع حضراتكم إلى ختام هذه المتابعة الإخبارية الجديدة. بعد قليل وعلى رأس الساعة نشرة إخبارية مفصلة. في أمان الله.